المنبر ده الليلة ما حقنا نحن كسلفيين، ده حق الطلاب المسلمين دول كلهم، كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ده منبره. والحمد لله نحن ما قعدنا تاجر بالدين بفضل الله، وليس فخرا أو رياء أو نفاقا، بدليل إنه ما عندنا حزب ولا عندنا جماعة، عرفت كلام أنت؟ ولا عندنا طريقة ولا عندنا صندوق بتاع انتخابات بتاع اقتراع بندعوك له أبدا. نحن عندنا كتاب وسنة بفهم السلف. موضوع انتهى، موضوع انتهى. ما تبين لي يا جماعة، ما تبين لي طائفة، والله الليلة ما نخليكم، ورب السماء ما نخليكم. تعال خش. انتوا خايفين من شنو؟ خايف من شنو يا اخي؟ تتكلم في صحابة، انت ما قادر علينا نحن، خليك من الصحابة. أنا احنا ديل انت ما قادر علينا، تقدر على صحابة؟ يا ولد تعال، 7 × 8 بكم؟ بالله شوف ده يتكلم في الإمام البخاري ويقول لك السنة حفظت كير، السنة حفظت بالرجال، ربنا حفظها بالرجال وحفاظ ما يخربوا، ما عندهم شغل زيك، ما كذابين ولا مجارمة، ناس عدول ثقات في دينهم، ما يزيدوا ولا ينقصوا. التراب كفر الصادق المهدي، لكن ده سنة كم؟ ده كان سنة 1998، كان في جماعة هنا لسه كان بيرضعوا 1900 تقول ده جايري ده ذاته، انت قايل صورة من الوقت ده كانك هاجيمة قاعد بيها. لكن احنا الليلة دايرين انهم يجوا هنا، تعال هنا الليلة يوم الرجال، فهمت؟ لو في واحد شعبي تعال، لو ما عندك كتب بنجيبها لك، لو داير مازة بنجيب لك، لو داير باسطة بنجيب لك، لو داير مطرق بنجيب لك، كله جاهز، فهمت؟ أي حاجة دايرة بنجيبها لك. كالراجل بعدين تعال خش، مجموعة من الشفتة والصعاليق دارين يا أخي. يقول الرسول هم نو لسه فينا كلام الترابي قالوا يستحي منه حتى فرفور قاعدين. دي الرسالة الوحيدة اللي بتطلع بها من المنبر ده، لا هي رسالة لجماعة ولا في أوراق للتسجيل حتى تدخل معنا ولا غيره، إنما رسالتنا لتوحيد الله، إنما رسالتنا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنها ونبذ كل من حاول أن يطعن فيها أو يطعن في مسلمات ديننا. هكذا هي عقيدتنا وهكذا هو منهجنا. ده دين؟ ده دين يا ترابي؟ يا ما عندك دين يا مجرم ولا عنده دين؟ زول قال زكاة ما في، يكون عنده دين كيف؟ وربنا عز وجل قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. شوف أنت لو مشيت معنا بسلسلة زي دي كل يوم نحن حنجي ونزيدك زيادة، والطلب يزداد يقين انك انت كافر بالله سبحانه وتعالى، كافر بالله سبحانه وتعالى. ما ممكن زول يكون زي ده مسلم. الاسلام ده كيف يا شباب ذاته؟ اذا كان زول شاك في رب الخلق، رب الخلق شاك فيه، اها ده مؤمن كيف تاني؟ تعال خش ناقش، تعال خش يا اخي. انا اقول لكم حاجه، ادونا زمن بتناقشونا بتين، ادونا ناس العقل السلفي، ذلك العقل المتخلف المتحجر الانكفائي الجاي من كتاب تاريخ. الناس اللي بيتكلموا لك عن ازمنه وحقبه تاريخيه انتهت في زمنه، ونحن ابناء اليوم ولنا زماننا ولنا مكانتنا ولنا ثقافاتنا ولنا تفاعلاتنا مع المجتمع ومع الثقافه ومع الدين ومع اللغه ومع السلفيين ذاتهم. فرصه مفتوحه للنقاش، تعال خشوا. ما واحد فيكم ينبسق ساكت؟ ما في، تعال انبسق، فرصه مفتوحه للانبساق، تعال خش. عيب والله، عيب 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 عيب. فكان هذا المنبر بيانا وتبيانا لما حصل في الايام الفائته من مؤتمر او من ندوه اقيمت في هذه الجامعه باسم المؤتمر الشعبي. دخلوا في هذا المنبر وطعنوا في صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وطعنوا في رسول الله عليه الصلاه، زي ما حيجيك بالوسائق ان شاء الله، ما حنجيب لك حاجه من راسك. العقيده يا هالعقيده، تدعو الله براو معناه تدعو الله براو، راكب طياره قدرت تتقلب، فهمت؟ في ضغط جوي فوق، ولا الحمار فنجت بيك، فهمت؟ ولا في النهاية العقيدة يا العقيدة تقول يا الله. الحمار داير يميت تقول يا الله، الطيارة داير تقع تقول يا الله، دي العقيدة ما بتتغير. العقيدة ما بتتغير، فهمت الكلام ده؟ دي بعض المفكات التابعة للمنطقة الصناعية السلفية لسمكرة الحركة الإسلامية الطالبية. عرفتها؟ ده شيخك على اللي قاعد في الوطن، يا أخي تعال خش ارفعه بس في الكرسي ده، والله ما نزلك. يا ناس عيب، عيب يا ناس. قال الشعبيين اتصلوا على صاحب الساون، يا تنزل الساون يا بنكسر لك. رسالة لبتاع الساون، إذا كسروه بنديك سعر وكاش، انتهى. رسالة إلى الطلاب، اثبتوا دفاعا عن الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. رسالة إلى الشعبيين، جربوا
جربوا والله تميض ضنبك نقطع ونقطع حاجات تانية وضنينك يا شعب يا بليد. ها كذا 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 قال تكبير يا اخوانا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البلية أجمع نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، اللهم إنا نشهد لك بالوحدانية ولنبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالرسالة. اللهم فأحينا على سنته وأمتنا على ملته وبعثنا في زمرته، اللهم واحشرنا تحت لوائه، اللهم واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن خير الكلام وكلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، معاشر الإخوة، أولا نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في منبر التوحيد والسنة، هذا المنبر الذي لا ينتمي لطائفة ولا لجماعة ولا لفرقة من الفرق أو المناهج، إنما هم مسلمون موحدون على عقيدة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى سنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى منهج ومنهاج السلف من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين إن شاء الله تبارك وتعالى. فبالمختصر المفيد، كما نبتدئ منابرنا بالتبرؤ من كل المناهج ومن كل الفرق والجماعات والأحزاب، وأن نعقد الولاء والبراء على الكتاب والسنة. دي الرسالة الوحيدة اللي بتطلع بها من المنبر ده، لا هي رسالة لجماعة ولا في أوراق للتسجيل حتى تدخل معنا ولا غيره، إنما رسالتنا لتوحيد الله، إنما رسالتنا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنها ونبذ كل من حاول أن يطعن فيها أو يطعن في مسلمات ديننا. هكذا هي عقيدتنا وهكذا هو منهجنا. دي أول نقطة. النقطة الثانية، أننا في هذا المنبر كثيرا ما نتناول الردود على من خالف دين الله تبارك وتعالى، وهذا الكلام قد كان بائنا في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا ما سار عليه رسول الله، فقد رد على المخالفين حتى من أمة محمد ومن أصحابه عليهم رضوان الله. فالإسلام قائم، بل القرآن يكاد يكون أغلبه ردود على أهل الشرك، ردود على الملحدين، ردود على من خالف شرعة الله تبارك وتعالى. هكذا هو الدين، لذلك قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا المنبر للنهي عن المنكر، وهو من أعظم المنكرات التي رأيناها في هذه الجامعة. إحنا ما نطلع لك بعيد، قاعدين معك في هذه الجامعة حتى نبين لك ما كان في هذه الجامعة من ضلالات ومن انحرافات من بعض الطلاب، نسأل الله لهم الهداية، وحتى يهديهم الله تبارك وتعالى لن يروا منا إلا سيفا غليظا وإلا صوتا على ظهورهم إن شاء الله تبارك وتعالى. فنبتدي إن شاء الله هذا الكلام بعنوان هذا المنبر، وهذا العنوان هو الرد على كفريات المؤتمر الشعبي، الرد على كفريات المؤتمر الشعبي. وأنا هنا ببين حتى ما يتذهب أسهان الناس، لأنه اللي بيتكلموا ديل تكفيريين، أو أنه جايين يتكلموا ديل بيكفروا هؤلاء الشعبيين وغيرهم من الناس، إنما يكفر من كفره الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نحن لا نتعدى فنكفر الناس، ولكن نقول من قال بالكفر فقد وقع في الكفر، أما حال أن يقع الكفر عليه فدي مسألة ثانية. عشان كده أفهم النقطة دي كويس، لما نجي هنا متحدث ويبتدع لك كلام ويقول لك هذا الكلام كفر، ما يجي بعدين زول يخش يقول كفرتوا الناس وكفرتوا الطلاب وكفر، لا لا لا، إنما هذا الكلام كفر. يعني مثلا يأتي أحد الجهال من أمة محمد عليه الصلاة والسلام كما هو مشاهد في قنوات التلفاز، في الإذاعات، حتى في الجرائد، يأتي ويقول أن غير الله تبارك وتعالى يعلم الغيب. ده نقول شنو؟ نقول شنو يعني؟ نقول له شنو مثلا كفور يعني؟ بنقول هذا الكلام كفر. فهمت الحاصل؟ بنقول له كلامك ده كفر، لأنه ربنا تبارك وتعالى قال:
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا النور. الله تبارك وتعالى. كذلك من جاء ودعا غير الله سبحانه وتعالى كما هو حال كل المتصوفة قضاهم الله، نقول له أنت وقعت في الكفر، لأن الدعاء عبادة والعبادة لله تبارك وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. وهكذا. ثم النقطة الثانية ألا وهي المؤتمر الشعبي، الرد على كفريات المؤتمر الشعبي. المؤتمر الشعبي سياسيا هي عبارة عن فرقة انقسمت وانشقت من المؤتمر الوطني. يعني باختصار شديد كده، مؤتمر شعبي زائد قروش بيديك مؤتمر وطني، مؤتمر وطني ناقص قروش بيديك مؤتمر شعبي. ده باختصار كده سياسيا يعني، تمام، ما في اختلافات تانية كبيرة شديد. ولكن تعريف الإسلام ما هم إلا أفراخ لطائفة قديمة اسمهم المعتزل، حتى ما يجوا ويتبلوروا لنا وينبسقوا لنا في الجامعة دي على أساس إنهم جايين بأفكار تجديدية، زي ما كان شيخهم بيزعم إنه بيجدد في الدين. لا بالله، جددت جدا شنو جديد؟ كل الكلام اللي بيقوله شيخهم الترابي والكلام الذي يقوله أفراخ المؤتمر الشعبي كله كلام المعتزلة سابقا، ما عملوا أي حاجة جديد، بس قلنا كده جواب طابع عصر شوية، لكن يا زاد نفك الأفكار، نفس الأفكار ونفس الوصول وغيره. وهذه الطائفة انتهت، معتزلة انتهت مرة واحدة، لكن أفكارهم ما زالت راسخة موجودة زي في أمثال منه هؤلاء المسمون بالمؤتمر الشعبي. فكان هذا المنبر بيانا وتبيانا لما حصل في الأيام الفائتة من مؤتمر أو من ندوة أقيمت في هذه الجامعة باسم المؤتمر الشعبي. دخلوا في هذا المنبر وطعنوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وطعنوا في رسول الله عليه الصلاة، زي ما حيجيك بالوسائق إن شاء الله. ما حنجيب لك حاجة من راسك، لأنه نحن لما نتكلم في منبر ما بنجيب الكلام من راسك ولا بناء على افتراضات، إنما كلام موثق بوسائق نجيبه. ما جيبنا الشاشة دي سهل، الشاشة دي أول حاجة جايبينها لسببين، الأول نكشف عوارهم بالدليل والبرهان، الثاني لأنه بيرمونا بالرجعية والراديكالية والتخلف، وينتو ودقون مقصرين ومن زمن الصحابة والرسول. لا بالله، تعال شوف الصحابة، شوف الزمن ده كيف، في عليك الله واحد من المنابر بيقدر يعمل شغل زي ده؟ ما في. أول ناس دخلوا شاشات، أنا بقرأ في الجامعة دي لي 5 سنة، خريت السنة الفات، أول ناس بيشتغلوا بالتكنولوجيا الحديثة الكاميرات والشاشات هم المنبر السلفي. رأيك شنو هذا تخلف كيف عليك؟ فهمت الحاصل؟ فنحن مواكبين العصر ومواكبين للتطور، لكن بما حدده وقيده لنا الكتاب والسنة. ده منهجنا ساري عليه، هو اللي بندعو الناس لانه يتبعوا الكتاب والسنه، وما داري من الناس حاجه ابدا. لا عندنا جماعه ولا منبر ولا احزاب ندعو لها الناس، ولا عندنا ذات كراسات بنكتب بعدين اسامي، انما هي دعوه لتبيان الحق وبيان الباطل وتحذير الناس من المنكر والمنكرات كما كان عليه السلف رضوان الله عليهم. فالناس توسع لهم صدوره، الناس تتقبل الانتقاد حتى لو كان الانتقاد في ذاتك، لانه انتقادنا حيكون بالكتاب والسنه. عسى الله تبارك وتعالى أن يرى فينا خيرا فيرحمنا أجمعين، ويخرجنا ما نحن فيه من ضائقة في المعيشة وفي الأرزاق وفي غيرها، ويوسع لنا. فوالله كل اللي بيحصل بخصوص في السودان وفي جامعة السودان وفي الخرطوم وفي كل بلدنا دي كله بسبب أهل الفساد. ظهر الفساد في البر والبحر بشنوه؟ بما كسبت أيدي الناس، ويحفو عن كثير. دحلت ربنا بيحفو عن كثير، لكن للأسف لما ينتشر الفساد ويتفشى والناس ترضى به وتقبل به، لابد ربنا تبارك وتعالى ينزل علينا الشقاء وينزل علينا الرزق ياهو، بسبب هؤلاء الملاعين المحافظ، هؤلاء يعني حزب الايتام التابع للترابي، يجوا ويتبجحوا ينكروا مسلمات بالدين، ينكروا صلاة الساعة كما انكرها شيخهم، وانكر عذاب القبر ونزول المسيح الدجال، وانكر نزول عيسى عليه الصلاة عليه السلام، وكذلك أنكر مسلمات من الدين بالضرورة، وقال بحرية الاعتقاد، قال ما يعرف حي اسمه يسموك محمد ولا عبد الله، أنت من حقك تبقى يهودي تبقى نصراني ومسجل، حشوفه إن شاء الله في الشاشة دي بإذن الله، من حقك قال تبقى يهودي تبقى نصراني، دي دعوتهم، ده دارين يصلوا له يفككوا هذا الدين حتى حتى. كذلك طعن في صحابة رسول الله، وطعن في أم المؤمنين عائشة عليها رضوان الله، وكذلك طعن حتى في النبي عليه الصلاة والسلام، بل الجامعة دي ذاتها عشان ما نمرق لك بعيد ما خرجت من هذه الطعونات حتى في النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا على ما أظن في عام 2007 في هذه الجامعة بالأخص دارت يعني بعض المعارك ما بين السلفيين وما بين هؤلاء المؤتمر الشعبي، بسبب كلمة قال الشعبي، دخل وقال الصلاة والسلام على ذاك النبي
الكاهن الشاعر ولا أصلي عليه ولا أسلم إلا لأن الله تبارك وتعالى أمرني بذلك. ده كلام بيتقال الشعبين هنا، وكلام مشاهد وشاهده بعض الناس من القدام بذات في الأيام عاد يكونوا شاهدوا هذا الكلام. فهؤلاء المؤتمر الشعبي هذا المنبر لبيان عوارهم وتحذير الناس منهم بالحجة وبالبرهان، الناس إن شاء الله تتقبل هذا الانتقاد حتى الناس تكون على علم وعلى بينة من أمور دينها، حتى ما نقع في مصائد هؤلاء الشعبيين الذين غيروا وبدلوا وحرفوا في الدين وخرجوا عن سنة النبي عليه الصلاة وأتموا التسليم. ثم كذلك يعني لكل الإخوة الذين يعني يتابعون المنابر، شعبيين أنصار سنة حتى معانا هنا في غير من المنابر، لا بد حصيف ما تخليك زول معليش بعد تكلم حولك بتلقط كل حاجة، تمشي تحضر مع ده تلقط لك شبهتين من هنا تيجي تحضر مع ده تلقط لك كده بتضيع نفسك في الضيوم. انتوا ما جيتوا هذه الجامعة لهذه الأمور، إنما جئتم حتى تتعلموا شيء من أمور العلم الأكاديمي تستفيدوا بها لقدام إن شاء الله. فكذلك الناس تكون حريصة من إنها ما تضيع أوقاتها في هذه المنابر، والله ما تطلع منها بريفة حشوف بعد شوية جنس المصائب والبلاوي بيعملوها ناس أفراخ المؤتمر الشعبي. ده ما المؤتمر الشعبي ذاهم، ده الأفراخ منهم بس ما بيسوا أي حاجة، وكذلك أسيادهم لا يسوون حاجة. حيتبين لك إن شاء الله عوارهم. الناس تكون حريصة يا جماعة على أمور دينها، ما تتابع هؤلاء الغوغاء الذين لا يعرفون من الدين شيئا ولا يفقهون شيئا ويتكلمون بما لا يفهمون. إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نفتح الفرصة للمتحدث الأول في هذه المنبر إن شاء الله.